مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في 50-50. العديد من المواضيع الليلة، احتجاجات في العديد من المناطق، خطاب الشاهد الأربعاء الفارط وردود الفعل عليه، أمنيين يقع تعليق الرتب نتاعهم من طرف النواب في مجلس الشعب، معلمين النواب مازالوا ما خلصوش لليوم من سبتمبر من اللي بداوا العمل نتاعهم اليوم إلى في أفريل، هل هناك كارثة بيئية في جيبس والعديد من الفقرات الأخرى. بطبيعة 50-50 الأخرى تكون الفقرات الطريفة اللي تعودتوا بهم في هذا البرنامج. عربية مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سي مصطفى بن أحمد نائب عن الائتلاف الوطني، مرحبا بك. أهلا سي مصطفى. كيت كينيدين خليهم بعد كي نحكيو على الشيء. ما تحب خلينا نحكيو عن بعد. تحب نيكسون لا 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 خلي بعد خلي بعد مازلنا ما بديناش، طيب بعد نحكيو على حكاية كينيدي. شنوفي مساء الخير، مرحبا بك. أيمن العلوي نائب على الجبهه الشعبيه في مجلس الشعب، مرحبا بك معنا. في توحشتكم، توحشتك انت، عندك برشا ما جيتيش وانت عمرك ما جيت معايا. لا انت كنت عامل عليا فيتو ماك صاحب ولد عمي وقتها، نولي كاني بالعاني جبتك على خاطر صاحب مهدي بالغربي. خويا مالا صاحب ولد عمك جاو برشا زعما انت اخ من واحد صحاب الاخرين. هيثم شو حالك؟ اهلا وسهلا. لاباس؟ لاباس. نمشيو تشنوفي شعنا سيدي. انا ماني من فلت حتى خطاب نتاع رئيس الحكومة، والجمعة اللي فاتت ركزت في ال انت من اللي فان بيان سور. انا متابع نتبع حاطط جيم على الباجيت، حاطط جيم على الباجيت الكل، حتى اللي ما فيهمش اسمه هذوك من كل زاد نتبع. تطلعش انت سبونسوريزي خاطر كل سبونسوريزي ما حاش اللطف علينا من سبونسورين. دونك انا ركزت مع الخطاب نتاع الجمعة اللي تعديت، خطاب خريطة الطريق، وبيان سور كالعادة ما فهمت حتى شيء. دونك شنوريكم جوست الحاجة الوحيدة اللي فهمتها تو. وهنا نحب نقول للتوانسة هاو باش يزيدوا في الخبز، هاو باش يزيدوا في المواد الأساسية، هاو باش يرفعوا الدعم، هاو باش يرفعوا الدعم، هاو باش يزيدوا في الخبز، هاو باش يزيدوا في المواد الأساسية، هاو باش يرفعوا الدعم، هاو باش يرفعوا الدعم. هذا مرفوض، هذا مش مقبول، هذا مرفوض، هذا مش مقبول. احرم اللي باش يزيدوا في الخبز، وهنا حارس الحكومه الكل باش تواصل تخدم على حتى شيء. احرم اللي باش يزيدوا في الخبز، وهنا حارس الحكومه الكل باش تواصل تخدم على حتى شيء. هاو باش يزيدوا في الخبز، هاو باش يزيدوا في المواد الاساسيه، هاو باش يرفعوا الدعم، هاو باش يرفعوا الدعم. هذا مرفوض، هذا مش مقبول. هاو باش يزيدوا في الخبز، هاو باش يزيدوا في المواد الاساسيه، هاو باش يرفعوا الدعم، هاو باش يرفعوا الدعم. هذا مرفوض، هذا مش مقبول. وطبعا هذا الكل غلط، لا عنده لا ساس ولا راس. او كهما يحسبونا قداش من مره قلنا يوسف الشاهد، واحنا نحسبوا لهم قداش من مره قال بش. يظل تونس كامل حسبت لهم 37 بش، 37 بش. احنا تنق مهم مثل الهلاله ان نعم عبد السلام البش الله يرحمه. هاي الله يرحمه. نعم هي عاد ما نجيبوش هذه في البش. في البش اي سي اي سي مصطفى تو تفسر لنا كيفاش يوسف الشاهد كينيدي تونس. والله انا شو نقول لك، معناها ثم ابداعات هي في استخراج الكلام نتاع السياسيين. انا كيف يشمرون برشا ما اعتبرش روحهم سياسيين الا عندي مساحه من الحريه. باهي. اولا انا ما قلتش يوسف الشاهد كيما كينيدي، قلت انا تولى واحد رئيس شباب اذا كان قالت هي مريم بالعسيب برنامجها ماهو سياسي كيما برامجك انت، معناها بامتياز هي متنوع خفيف في نفس الخطة. قلت يفكرني بكينيدي، يفكرني بالليبوك اللي دخل رئيس شباب أعطاه نفس الشباب الناس نفس الجمالي في الحكاية هذيك فقط. لا قارنت لا أنا في الخصال ولا قارنت في السياسات. أنا ماشي مشكل هو من عليه الشاب الوحيد كينيدي اللي إيه ما هو في المشبه سورتو معناها لا هو هو أسمع نكلمك فين المشبه راهي النهاية ما تحددش خاطر نبدين ما ماتش فعلا هو قد عايش لليوم. هي قضية الموت والحياة بالنسبة للسياسيين والأدباء والناس الكبار
ما تقاش بالوجود المادي في الفلسفة هذه. سي مصطفى. ماشي بالفات. قبل ما نشوف قبل ما نشوف. انتم توا تحبوا بارونتيز هذايا نواصلوه، هما جماعة فيسبوك ما خدموا به مديدة. اي صح. خلينا نعطيهم مادة أخرى توا. لا يلزم بيان سور حاجة أخرى. أنا راني نوفر لهم. والله نوفر لهم العناوين. أعطينا حوايج، أعطينا عنوان باهي على يوسف شاهد. لا مازال. بخلاف كينيدي شنو تشوف؟ خليني بلا نتبع على خاطر. أعطينا حاجة مخيرة. لا عاد أنتم مغرورين برشا وأنا مغروم برشا، توا أنا نعطيكم قلم على واحد آخر. اعطينا اللي تحب عليك انت تو هات اللي تحب انا هات اللي تحب اما انا مش انا اللي نمشي كل يوم بقول الزعيم ويوسف الشاهد والكريدي انا خطيري في الموضوع انا شوف بان حكايه الزعامات محسومه في مخي فهمتني اي عندنا زوز زعامات ما زلنا ما والزعيم صناعه الزعيم انا تحب لها فتره طويله انا بورقيبه زعيم نظرا للانجاز الكبير اللي تم على من 34 الاستقلال 56 ثم انه زعيم من 56 ل 75 للرئاسه المدى الحياه الحقبه هذيك صنع زعيم وثم الباجي قائد السبسي الا هو زعيم فهمتني الا هو زعيم الا عمل انجاز حسب تقديري انا تاريخي حول وجهه البلاد من وجهه الى اخرى الزعيم جاي شكون هيا عاد قول لنا اللي في قلبك مازال قول لنا اللي في قلبك مازال اصحابك قالوا لنا راه يقول ولي جلاد قال لنا شكون الزعيم جاي نقول لك خلنا نفسر لك الإطار أنا دقيق في التسميات شوف يا سي معز اسمعني يا شكوي أنا نفسر أن نظريتي أنا كل واحد حر احنا ماش استنساخ لبعضنا أنا ولا وليد ولا غيره تحكيني على الزعيم نظريتي للزعامة هي كالتالي هذه هي نظريتي للزعامة قيادات اللي تاخذ فرصتها ولا الأحداث التاريخية اللي تخليها توصل زعيم ما توصل تعرف علاش يعني سي مصباح حكينا على الموضوع هذا خلنا نفسر لك عليه على خاطر راهو ساعات عملية التضخيم وصنع زعيم تبدا مش باهي له حتى اللي هو قرينا ديزارتيكل فيهم عجب ايه معناها سور لي با دو جول سيزار هذا شكون قال هكا؟ ارتيكل مش مشكل شكون قال يوسف الشاهد سور لي با دو جول سيزار قرينا اش معنى ولاد يقول هو الزعيم الاكسترابولاسيون راهي مش ممنوعه الخيال والافتراض ماشي ممنوع انتم نوع من المبالغه الجميله كشخص تحبه تطفي عليه الصفات وربما كي نقولوا مشروع الزعيم شكون ممكن يكون من وجهه نظرك؟ انا انت مشروع الزعيم انا معك انا معك مادام صاحب ولد دعمي دوك انا معاك في الموضوع هذاك برشا 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 هاي خشوف مش برشا برشا هاي شوفوا ايمن هاي نكرر فيه هو هذه المشكله ما نكرش لا اصحابي فتك عليك هو هذه المشكله تو في رئيس الحكومه ما بين التعسف عليه معناها انه يحبوا يصنعوا منه حاجه في السياسه وما بين قدرات الرجل معناها احنا قلنا اكثر معناها انه هذا رجل بسيط معناها على مستوى الممارسه السياسيه على مستوى استحداثه للعمل السياسي معناها هو جاء اصلا غريب على العمل السياسي يعني هناك تعسف في كلمه زعيم يعني تو ينجمش واحد يقول مثلا شكري بالعيد مش زعيم لا يرحم لا يرحم لا معناها ينجمش واحد لانه الزعيم يغفر له بورقيبه زعيم اون دوتر تيرم الا كان من حقه هو زاد زعيم لا لانه مش من حقه انه يوصف زعيم الزعيم الزعيم ما يتعملش باج سبونسوريزي ما يتعملش بالاستشراف وبالتعسف هذايا المبالغ فيه ما بين حجم الرجل وقدراته وأدائه وكيفاش معناها يخزروا له التوانسه وكيفاش عمل اثناء أدائه لمهامه يعني احنا ساعه نحبوا نحاسبوك كموظف على راس الدوله مازلنا ما وصلناش باش نحاسبوك زعيم ولا مش زعيم وثم الزعيم هذه حددها تاريخ طويل وتضحيات كبيرة وبالفعل وتوجه معناها أنك تعطي صورة لجزء كبير من بلادك ومن شعبك تراش أنه ما بين ظفرين كنت فما شوية تضخيم 60 سنة حتى حد ما عملش محاربة الفساد كما عملتها أنا في عامين يكمل في الأخر باسم حزب اللي هو الحزب نتاعو أيوة تحية تونس حتى حد مش تقول لي اليوم ماهوش في وسط تونس كامله تعرف من تحية تونس يوسف الشاهد وهو زعيم المنتظر كما قال وليد جلاش ترى بانه نفس الاخطاء الاتصاليه اللي يقع فيهم السيد يوسف الشاهد خمس مرات في الخطابات نتاعو اللي يتوجه بهم للبوبليك بخلاف الاخطاء الاتصاليه خاطر هذيك باش تقعد في الشكل احنا حتى كان نحكيو في المضمون الخواء اللي ريتو في الخطاب الاخراني انا واحد الناس مخي وقف عملت عليه كرونيك وقتها قلت له اللي مقدمها انت كخارطه الطريق راي كي تجي تثبت من داخل راي يوميه معناه خاطرش قال لك السيد جاي رمضان باش نرجحوا رمضان جاي سيف باش نرجحوا الموسم السياحي جاي رجوع المكتب باش نرجحوا رجوع للمكتب السيد غزر لليوميه اوكي 1 2 3 وقال لنا هاني عملت خارطه طريق وطلع في التلفزه فرحان ما هذا
ديجا معناها في المحتوى فما مشكلة كبيرة. هذه ذكرتني بشرة اللي الحليب موجود في ربضان نتاع الجمعة اللي فاتت. والمخزون الاستراتيجي من السلق. لا لا بشرة معناها أن نبشر الشعب التونسي أنه فما حليب. 800 مليون بيضة وشي باش تشيخوا فهمت شناهي المشكلة شناهي معز؟ المشكلة أولا ساعة نرجعوا هنا باش حاجتي برئيس مصطفى خاطر مصطفى اليوم سمعت لك إكستري يقول أنه معناها وينه يستعمل في وسائل الدولة خاطيه ما يستعملش وسائل. وين تعدى الخطاب هذا نتاع يوسف الشاه؟ تعدى في الوطنية. إي. قدم فيه برنامج رئيس الحكومة اللي أنت اعتبرت وأنت خوان نعتبره معناها كان تبعوا مليح وترجعوا قبل كل رمضان من وقت الهادي نويرة الوقت المزالي قبل رمضان كانت الحكومات تقدم معناها مجهود الاقتصادي للأمور باش تم فيه التوانسة. هذا معناها أنتم هذر لكم بدعة. ما هو جوستومون اتصالين لحظة على خاطر حتى في عهد بن علي كان يجينا الوزير ويقول لنا 200 مليون بيضة ونفس كل شيء تشوفوا فيه بدعة. مش كل شيء لا كل شيء كل شيء تشوفوا فيه بدعة مش مشكلة. أنه واحد معناها يعطي بيان سور ثم انسبت ديوت في رمضان ثم حملة نتاع تخويف التوانسة على مسألة ارتفاع أسعار والتهويل ومن واجب الحكومة باش تطمنهم ثم أيضا ثم مشكل فيما يخص الامتحانات البكالوريا موعد هام ياسر ولجنت فيه الدولة موعد هام وأيضا الموسم السياحي اللي هو مرتبط بالرهان الاقتصادي وبالرهان الأمني به. علاش هذوما حاجات كانوا ديزاكي ما فهمتش انا بلا يفسر لي حتى نعاود لك انا حاجات كانت ديزاكي علاش تولي بالنسبه في خطاب انجازات معناها نجاح السنه الدراسيه راهو سامحني دقيقه نسالك خليتني نسالك ايوا نجاح السنه الدراسيه راهو مزيه معناها ماهوش انجاز ماهوش انجاز نجاح رمضان ماهوش انجاز بخلاف راهو كي تقول لنا جاي رمضان باش ننجحوا رمضان وجاي العوده المدرسيه باش ننجحوا العوده المدرسيه مالك ما عملت شيء تكنيكمون معناها يعني إيه حتى كان قلت نعرفوا ان قادمين على كذا سنه بيضاء وحكينا مع نقابه اجابه نعرفوا انه فما مشكله في تزويد الاسواق ولكن خذينا اجراءات ضد الاحتكار وردنا كان تعطيني اجراءات كونكريت نجم نقول لك اي بارك الله فيك طمنتني اما انت عطيتني سي مصطفى اللي اعطاه السيد رئيس الحكومه في الخطاب نتاعو ماهوش خريطه الطريق وماهيش اجراءات ملموسه السيد اعطاك روزنامة تصريف اعمال. اي رئيس حكومه في بلاصتو كان باش يعطيك نفس الشيء وتقول لي انت هذايا ماهيش بدعه راهو السعر كان يتعمل في عهد الهادي نويره راه ما عادش يمشي برشا في عهدنا تو ديجا دور وثانيا وهذا الاهم وهذا الاهم وقت اللي يختم لك يكمل لك بخطاب وتحيا تونس تحيا تونس شنو هو مش اسم الحزب اللي معناه اللي هو متكي عليه اليوم العبارة اسمع ديمقراطية ثم عبارة مشتركة تستعمل في كل حزب ليه نرجع للمضمون مش قلنا كي لا لا مش تحيا تونس لا لا جبنا على تحيا تونس هم وقت اللي قالوا بالتسلسل أنا جاوبني بالتسلسل هم وقت اللي قالوا الحزب لا تكلموش مع بعضنا لا تكلموش مع بعضنا هم وقت اللي قالوا الحزب باش نسميوها تحنا تحيا تونس الناس الكل قالت هذه بدعة زاد عندي ما نحكيه في البدع معناها الناس الكل قالت هذه بدعة راهو هذا شعار مشترك عند التوانسة الكل التوانسة الكل يتكلموا به مش من حقك أنك تصادروا أنت يولي اسم حزبك ويولي التونسي اللي يحب يقول تحيا تونس يحس في روحه ويعمل في البروباغندا الرئيس نجم نعمل حزب اسمه هذا طحنا فيه نجم نعمل حزب اسمه دليل أنه كلامنا بالحق نجم نعمل حزب اسمه حزب حماية الحماية مثلا نجم ثم بني وطني نعمل حزب بني وطني ثم حزب بني وطني لا لا عم نحكي لك على النشيد الرسمي انا تعرف النشيد الرسمي النشيد الرسمي نجم نعمل حزب حماة الحماية هلموا هلموا لمجلس الزمان نحب نجاوبك على الموضوع جاوبني به جاوبك بالتسلسل بما يخص رمضان هو رد على الدعايات والحملة الشعواء اللي قامت على تخويف الناس على رمضان هذا امر منطقي وموضوعي بالنسبه للسياحه صار ما في بالكش انت شنو اللي صار السياحه في وقت من الاوقات انهارت بسبب الضربات الارهابيه انهارت ولات عنصر من العناصر اللي خلقت ازمه لا ابعاد اقتصاديه واجتماعيه والسنا وقع مجهود استثنائي اني بالمناسبه نحيي وزير السياحه المجهود اللي عمله تو نشوفوا النتائج في شهرين الصيف هذا تو نشوفوا النتائج فانه معناها طمن على انه الموسم السياحي باش يكون موسم تقريبا استثنائي. انا ما عنديش حتى عيب في ذلك، ما فهمتش شنو هي البدعه شنو الشيخ اي سيدي هذه باهي اعطيني تحيه تونس.
تحيا تونس قال تحيا تونس عادي ما اعتقد جات المخ والحزب اسم الحزب كتوا كتوا هذا يا رئيس حكومه استنى 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 خلي استنى 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 عنده مسانة يا هيثم دقيقه هو قال اخر مره تحيا الديمقراطيه التونسية حلو برجوليه عجبتني يعني وحلو قال تحيا الجمهوريه زيد تحيا الجمهوريه فما شويه ماكرونيزم هذه كانك بالحق مقتنع بها سي مصطفى انه هو ما قصدش الحزب بصراحة راهو هنا قاعد تحب تورينا اللي احنا انا ما نكرش النوايا انتم سي راهو اسمعني انت ايش تقرا سي مصطفى انت ايش تقرا تحية تونس قريتها ترى اللي تقال نحكي لك عن نقرا تقال تكتب ما نكرش النوايا نحكي لك انت تعرف انه رئيس الحكومة قبل ما يعمل خطاب عنده ناس تخدم له وعنده ناس تكتب له وعنده ناس توصي الاكيد انه كي قالوا له قول تحية تونس يعرفوا مليح بانهم يقصدوا الحزب يمكن يحتمل ويظهر لي هو يا انا بسطاء عقل رانا ماناش بسطاء عقل راك تتعامل مع صحفيين ومع ناس رانا ماناش بسطاء عقل مش تقنعنا انه تحيا تونس اللي قصدها باش حزبه يا معز انتم ماكوش بسطاء لحظه معز هيثم وسي مصطفى العاشر علي سي مصطفى لا 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 ما هذيك هي قول لك حاجه بالله قول لك حاجه نجيك انا قول لكم حاجه نفس والله نفس حاجه باش نقول لك حاجه انت بيدك راح تقبل ونعرف برشا من وقت اللي كنا صعاب مع الترويكا ها كنتوا تكلموا تهنيوا فينا كنا محلين يعطيكم الصحه كنا محلين محلاكم هاو الاعلام الحر هاو الاعلام النازي انتوا بيتكم راهو نفسكم وقت اللي ولينا صعيبه معاكم لا احنا صعاب مع اللي في السلطه لا لا رانا صعاب مع اللي في السلطه وكونوا كما كما انتم احنا فرحانين بكم كما احنا وراكم هاي عربيه ما تكلمتش وبعد نجيك ايمن هاي بالنسبه للخطاب نتاع سي يوسف الشاهد انا فما حاجتين نحب نركز عليهم هي البدايه والنهاية وقبل ما نركز عليهم يا سي مصطفى راهو العام 12 شهر مش شهر يعني وقت اللي انت تحكي على رمضان وكأنه التونسي عايش 11 شهر في راحة ونعيم ورخاء وجاي شهر رمضان باش تعلى فيه الأسوام وتتحرك تتبدل فيه المعطيات ألور خرج السيد رئيس الحكومة يطمن في التوانسة الخطاب اللي شفناه من السيد رئيس الحكومة كيف ما قال هيثم بتاع السيد يترأس حكومة تصريف أعمال وقت اللي بدأ السيد رئيس الحكومة الخطاب متاعه شنو هو قال؟ قال كنت باش نلقي كلمة في مجلس النواب ونظرا للفوضى اللي تتعلق بالصحة ونظرا للفوضى اللي صارت انسحبت ولم يعرج على موضوع الرضع ووفاة الرضع نهائيا في الخطاب متاعه بقدر ما سطر على الفوضى اللي صارت في المجلس بعد في آخر الخطاب اختم كما قلنا بكلمة تحية تونس يا سي مصطفى سلباجي قايد السبسي في واحد من لقاءاته أو من خطاباته أو من الكلمات التي ألقاها قال أنه كلمة تحية تونس كانت مقترحة في حزب نداء تونس وأنت تعلم وكان فما اقتراح آخر اللي هو أمل تونس. فبالتالي اليوم وقت اللي السيد الباجي قايد السبسي اختار نداء تونس على اعتبار أنه كلمة تحية تونس هي كلمة ملك للشعب التونسي الكل ويجي اليوم يختارها السيد يوسف الشاهد فلا أعتقد أنها صدفة وإنها لم تدرس وأنا قلت له ونعاود توا نقولها من منبر 50-50 ليس من حق السيد رئيس الحكومة استعمال كلمة تحية تونس اللي هي ملك الشعب التونسي ما هيش ملك حزب يعتبره العزابي آخر تدخل مش نعطيه لك أنت آخر تدخل مش نعطيه لك أنت خلينا نبدأ بسؤال واضح أنا ريت بعض الإجابات نتاع برشا مواطنين بعد الكلمة وكأني بالحق نحب نسألك سؤال والله ما عندي حتى مشكلة مع السيد لا هل خطاب السياسيين الكل بما فيهم خطاب سي مصطفى نعم بما فيهم خطاب وخطاب السياسيين في عالم والمواطن في عالم آخر هو يقول لهم 60 سنة ما صارتش حرب كما هذه على الفساد الناس تشوف الفساد كل يوم تشوف فيه مع الإدارة تشوف فيه مع الأمن تشوف فيه ما باش تطلع مضمون تشوف فيه كيف تمشي تاخذ مصلحة تشوف فيه في البلايص كل دائرة المحاسبات كي تقراها احنا المثقفين تحس بأنه كأننا نعمله في خطاب سياسي ما هوش موجه للناس وكأنه موجه لعباد أخرى باهي أولا الساعة في مسألة المعنى اللي تحدثت فيه فماش يولي السياسيين والمواطن يولي ثم اللي يحكم والمواطن اللي يسير في شأن الدولة واللي هو بيدو لانه علاش نوجهوا النقد للحكومه والحكومه هي ديما موضع النقد لانه مش عامله علينا مزيه ان هي تحكم هي تحتها اموال بلادنا هي تحتها سياده بلادنا هي تحتها معناها مستقبل هذه الاجيال تعليمهم صحتهم حياتهم اليوميه الى اخره ولذلك
المحاسبة الحقيقية تصير للناس اللي تحكم. حكاية السياسيين هذوما الكل كيف كيف، هذه من الطلعات متاع يوسف الشاهد ومجموعته وجوقته، هذا مستوى. مستوى ثاني في مسألة هذه تحية تونس، هو شفت أنت يوسف الشاهد ثم تهمة رئيسية يتهم فيها المختلفين عليه أنه هم الشعبويين. تسمية تحية تونس تحت شنو نصنفوها هذه؟ كل ميزة الأحزاب الشعبوية هي الأسماء هذه تنجح من أحسن زياد الأخضر من أمين عام الوطن من أحسن التعبيرات اللي عجبني، فهو قال ما نجموش نسموه معناها حزب صباح الخير ولا عسلامة ولا حزب نسموه ربي عينك، هذا مشترك بين التوانسة، معناها ما نجموش نسموه تحية تونس، هذه مشترك بين التوانسة. إيش بك تسمي الحزب الديمقراطي وكأنك أنت الوحيد ديمقراطي مثلا، ولا كي تسمي حزب دستوري معناها كأنك أنت الوحيد تحترم في الدستور، كيف كيف زاد ثم تسميات عندها مضمون سياسي. تحية تونس هذا مشترك بين التوانسة، لا يعكس مضمونا سياسيا. ثم تحية روسيا ولا... أمي أيمن ثم حزب اسمه تحية روسيا، لكن عندما تحية فرصة إيطاليا، فرصة إيطاليا، ثم حزب اسمه فرصة إيطاليا، هي ما يطلع ما وش يبدع أما ما يطلع بلسكوني في الحساب يقول في الأخر فرصة إيطاليا، هذاك يخطب في جمهوره مش يخطب في التلفزة، هذا ما عندهمش تحية. هذا ما نساوش أنه بلسكوني هو مثال متغير، لا ما تكلمش بعد أولا ما قطعتكش عايش خويا، وثانيا وثانيا نفس الموقف، معناها انا نحكي على تونس تو كي نمشي نعيش في روسيا تو نشوف موقفي من تاعي روسيا. هذه مساله. المساله الثانيه في مساله خطاب رئيس الحكومه والاولويات اللي حطها في الحقيقه، يعني هو تو قال انه عنده خريطه الطريق وعنده برنامج الى اخره. انا نحب نسال سؤال، نحن بالنسبه لي في الجبهه الشعبيه اللحظه ساعه، لحظه برنامجك سيد رئيس الحكومه ولا لحظه تقييمك ولا لحظه نشوفه انت منين انطلقت اللي اسمك يوسف الشاهد رئيس حكومه الوحده الوطنيه والى اخره، وين وصلت البلاد؟ وهل الاتهامات هذه المتبادله بينك وبين المختلفين عليك، انت تسميهم شعبويين وانت الامل وهما الفوضى وانت العقلاني والواقعي وهما الحالمين واللي مخربين والى اخره، هذا شكون اللي باش يحطوا في الميزان؟ يحطوا واقع التونسيين. وفي الحقيقه ولا من باب العبث ان نقولوا للتونسيين راهو وضعكم الاقتصادي والاجتماعي والى اخره، الاولويات اللي حطها ما عنده حتى ضمانات. ما ضمانه يوسف الشاهد اليوم في التخفيض من الاسعار في ليلة ونهار؟ شنو ضمانته اليوم في الإشكاليات اللي موجودة في التعليم أنه يعدي عودة مدرسية معناها سليمة ويعدي الامتحانات الوطنية بشكل سليم؟ وهنا تطرح الأسئلة اللي كان ينجم يمشي فيها يوسف الشاهد في مسألة مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي في عوض بقاء معناه يحدث فيها في برشا حكايات. كان هناك كثير من الإجراءات المباشرة، لا مثالش معز ما هو ذي يتهم في الناس راهو أنه هو واقعي وعنده مقترحات ويسألوا دائما المعارضة عندكم مش مقترحات. قداش حكينا من مرة على الاقتصاد الموازي عبر تغيير العملة، عبر مراقبة مسالك التوزيع، عبر التهرب الجبائي اللي يكلف تونس سنويا 2500 مليار، عبر التحكم في التهريب اللي المواد الأساسية والمواد المدعومة يكلفها 800 مليار، في الفساد اللي موجود في الصفقات العمومية واللي هو يحكي على مقاومة الفساد واللي رئيس مش كلامي معناه العميد شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي تحدث على أنه خسائر الفساد من الصفقات العمومية ب 2000 مليار، واليوم المهربين هذوما راهم تتكرر لهم مقرات الدولة، وهناك مهربين تتعطى لهم صفقات الدولة ومهربين كبار في البلاد. وقت اللي وين الإجراءات اللي نتاع الكاس روجيستروز وفوترة العمليات معناها موجودة؟ لا برشا منهم تحت المجلس النواب موجود، العمليات معناها موجود هاي موجود. باش نعطيك مازال عندها برشا مواضيع. شفت الإجراءات المباشرة هذه برك، وكان جد ثم إرادة سياسية حقيقية للخدمة وجدية وعمل مش خدمة على الكوم وعلى لي باس سبونسوريزي، خدمة في الميدان حقيقة كانت تحقق على الأقل مكتسبات للتوانسة ترفع عليهم جحيم ما يسميه هو بالإصلاحات الموجعة. معناها هو جاي باكج نتاع لافامي نتاع جحيم إصلاحات موجعة. خلينا نقدم أمان أيمن، خلينا نقدم مثل إجراء سليم شنو في قدم مازال عندنا برشا مواضيع. كثرتوا على الراجل، كثرتوا على يوسف الشاهد، وأنا اليوم لقيت له إنجاز. عمركم شي سمعتوا بحاجة اسمها إكس 20؟ نعرفوها بيان سور. إكس 20 تعرفوا إيش درشانها يوسف الشاهد اليوم؟ لا ساعة
6 كيلومتر كهو 6 كيلومتر 6 كيلومتر كهو انجو انت تقدر تقول لي حاجه عاديه انه يدشن 6 كيلومتر من كياس انت تعرف ان وزير تجهيز مره يدشن كل 5 كيلومتر على مراحل وتروح شويه طريق صفاقس جيبس صفاقس جيبس سريع قداش مره يدشن والله يسمك لو جينا عليها قداش مره يدشن لو جينا لو وجدت لك على حاجه اخرى خدمك شفت التدشين هذا رجعت شفت تدشينات اخرين مثلا لقيت المرفأ المالي بجامارت لقيت يوسف شاد دشن في المرفأ المالي بجامارت ما وقع عرضه اليوم يقع المتابعة نتاعو بطريقة جيدة لضمان نجاح هذا المشروع أما الفخ وين؟ اللي المرفق هذا هو بيده دشنوا على العرايض هاوك هاوك البحر هذاك اللاك من هنا واضح باه باه بشوي مش كانوا على العرايض قبله هو دشنوا حمادي جبل ترى الله حمادي جبل هذا مش تدشين هذا اي اي نفس العملية مش تدشين اي اي أما استنى قبل هذا الكل شكون مبوزي في التصويره هذه يا بيت؟ اهو اهو ايوه اهو يا سيدي كلها في المرفأ المالي وقت اللي ما فماش هاش دي حاسينو قديمة شوية التصوير تونس سبعة 2008 يا معلم 2008 اوكي ضربة نوستالجيا على التاريخ قداش من واحد تو؟ نوستالجيا أربعة في نفس المشروع أربعة نفس المشروع هذاك المرفأ التعامل مع البلاد ومع مصالحها هذاك رواد هذا شو يعكس الناس الصوت لا لا نفسه 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 هو تعطيك التصوير والزيارة تمت وفين نفهموا الكياس نتاع رواد برا عدي ما يشافش برا ما يشافش المرفا المالي تحب نعاود لك تصاور تحب نعاود لك تصاور ما تعاودش نفس التصاور انا نحكي لك هذاك اللي دشنوا من عليه رواد قمرت مازال مرفا المالي يمشي ببساطة هذا اسمه مرفا المالي اذا شفت كيف شفت كيفاش هذا يعكس معناها الناس هذه كيفاش تخزر للسلطة وكيفاش تتعامل معاها لحظة عايشكم لحظة وكيفاش تخزر المصالح بلاد في أزمة اقتصادية وفي أزمة اجتماعية وفي شعب يتوجع كيفاش يتم التعامل معناها بالتشبث بالسلطة بأي شكل من الأشكال وبشكل مهزلي ومن بعد تجي تقول المعارضة اش تحب يحكي لك أي واحد يعارضك راهو حاجة أخرى رينا وزير الداخلية فرحان بكهرباء رينا راشد الغنوشي تستي في كهرباء بتاع شرطه رينا علي عريض متصور مع يخت مع يخت مع يخت نتاع طرابلسي ولا بالحسن طرابلسي مازال ذكرهم ما يثم ذوكم نسيتهم قاعده اي وقت جبنا يخت من الواحد مشى رئيس الحكومه تصور معاه ولا وزير داخليه وقت قال له اليخت علي العريض رئيس الحكومه مشى تصور معاه لا رينا كاكا باش ما نقولوش الحكايه هذه برك كيفاه؟ ثم شكون يقيس في صبات؟ هي لا هي صبات سيمبادي اي سيمبادي سيمبادي اي رينا حكايات راهي عجيبه ياسر باهي الحلقه الثانيه من ذا فويس شاهدوها وبعد نرجعوا نكملوا. برايم جديد حلقه جديده مع متسابقين جداد بس مع نفس المذيع اللي حبيته واللي ما كرهتوه واللي ما صوتوا له زقف كبيري لفايبر الإرداحي متشكرين كتير حبيبي أهلين وسهلين فيكن يا مرحبتين وسهلين وأي حاجة فيها اتنين أنا اليوم فرحان كتير 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 لأنه الليلة ضيفي إنسان هو شخص عزيز على قلبي كتير وصار لي زمان ما شفته تزفيق كبيرة على معز بن غربية ايه مدير مدام العباد كلها ولت تغني اولي يشد ميكرو ويعمل كي ولي عم في غنايات فهمت ابش نغني حتى انا بسيلة البيع مرة في روسيا ومرة في هولندا نفطر في كوريا ونتعشى في رواندا صور في حلقة ما بين مالي وأوغندا فايبر في تونس عامل لي بروباغندا خصوت نعرف أما منيش داير شي بن عربية هذي ندولو اشني تهزني معاك لسويسرا المرة الجاية تعجبني سويسرا ومحلاها العيشة غادي في بلادي سويسرا البيبان بزوز فرادي خيلاً بادوزا وجعوني ولاد بلادي عملت تفرهيدة وقيد عالخدمة غادي خلوني ويا خوتي خلوني زود يا كوراكشا والتحويسة هوني خلوني ويا خوتي خلوني زود يا كوراكشا والتحويسة هوني بن عربية
لو حبيتوا أكس زميلي بن غربية بعتوا كلمة سويس على الرقم 399 وهلي مع زعيم كلمة لا حمل همامة. ارضي علينا يا الحكومة رنا مو ضامين الهبرة فكيتو هنتوما واحنا محرومين تعدوا علينا يا لعنينا 8 سنين عيجاف جج الحاكم والسردينا الكيلو ب9000 حمل همامي مانيش في التلفزيون فبحيث ما ندورلوش يا رضيا اقلي البطاطا اخدنا بلاش الحم وديري عشان الليلة سلاطة وعيش بلاش عظام الفلفل الاخضر سمو غالي واغلى من البنان وانا قلبي عزوالي في سيدي رمضان فلوس الدولة يا الحكومة غرفتو بالغراف يمانا ولا انتوما وجهدك يا علاف يمانا ولا انتوما تو معقول هذا يسب في الحكومة ويحب ينطور له لو كنت انتخبوني نايا ونولي رئيس نهضة ما تحكمش معايا ونعفزها تعفيس نهضة ما تحكمش معايا ونعفزها تعفيس قولك حاجة والله نعفزها تعفيس فهمت كيفاش لو عجبكم الزعيم حمل همامة فيكن تبعتونا سلفي وانت ماسك سبركي ولا سلاتي وهلي مع الصوت النار نار نار يلا تزفيق كبير لدنجور امين غاري ون تو ثري فور عزلي مبرحبي في سهرية نار 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 وغنية قمقومة نار 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 وين الببليك تحية الدنجور اني قارة العظام العربي نبغيها ناكل حارة وحويرة لسامي نخبيها اني قارة انا لازمني ندور نحب نشوف الثلجة تصلحت ولا لا حتى أنا لازمني ندور لازمني نسأله هاك الكلبة مازالت تاكل في الطماطم ولا لا غاروا مني شافوني قالوا متهني والناس الكل غاروا مني نحيت الثلجة من فمي نحيت الثلجة من فمي ولزوني لزوني لزوني باش نحيها برشا جو الليلة فيا The Voice تحية الدنجور تصفيقة كبيرة من جمهور الليلة نار 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 يا عاشقين سامي أنا أمين أنا أمين كلي حنان يا حلمي في منامي شفتك أمير شفتك أمير مثله مكان وين النقود وين العقود وين النقود وين العقود نتهنى نتهنى ونحس بأمان يا سامي يا فهري انت الكبير انت الكبير ومولى القناة وانا اعطني ظهري ضرب البندير ضرب البندير طول الحياة وين العقود وين النقود وين العقود وين النقود
نتهنى نتهنى ونحس بأمان. لو عجبك صوته لقاري روح داوي حالك بس هيك. فاتتك اخبار ها فايبر سي علارة وعرس وفايسل ما كان يخلص بعد 10 مليون طردوه من متخرجين ولو لحام ها فايبر حتى بالغربية حرق للطلياء على صدياء. وانت شنو جديدك ها فايبر؟ بيضت اسناني لحنيني هلا ها ناري ها رجال تبيض في الاموال ولدنا بيض سنيه الى مين؟ عندي احساس انه هيثم ما عجبتوش في زميله في موزايك وخذت عدى امين قاره هكا عندي احساس عليه تعديوا في الناس كلها انا عديت روحي وكنا نحكي على اسمي يسرى جمله ما انا عادي الناس كل نقبلوا اللعب شنو في شكرا الحلقه الفاتت كيفاش وين تعديت الحلقه الفاتت تعديتي في الجنيور سلم عليك الوان الخضراء والصفراء والحمراء اسمع فايبر الجنيور هكاك اسمعني في الانتخابات الجايه باش نزيدوا شويه عرايس تحبش نعمل واحده ليك سي مصطفى ما شالش ها قلقنيش نحطك في الراب تغني وتعمل مش في الجو كينيدي يا كينيدي مثلا حاجه كيف راجل حاجه كير عمرك حاجه على كينيدي زي ما يزيد شوف مالين مورو معايا زاد مش تكمل اسمع يا سيدي يطلع منه سي مصطفى يطلع منه هاي شادوفي شكرا لك فاصل قصير خرجوا فاصل قصير ثم نعود